مشاهدين برنامج الشيف بحريني والماكلة الليبية، وهاي الفيديو حصريا لقناة ليبيا 218. واليوم عملت لكم اعتقد اشهر اكلة في ليبيا، العصبان الليبي على اصوله. يلا اعزائي المشاهدين خلينا نبتدي الوصفة. اول شيء في اناء وسيع ورفيع اضيف فيه كبدة الخروف، قلب الخروف، لحم الخروف، بس اسمه تشوفون انا ضفت اللحمة المفرومة، وتقدرون بعد تضيفون باقي المعلاق اللي هو الكلية او الرئتين، بس انا ما ضفتها. وفي بعد ناس تقول لكم تضيف اللية، واللية انا انصحكم فيها لانها صج تعطي نكهة. وحق الخضار طماط اخضر مفروم، بصل اخضر مفروم، لو تلاحظون كل الخضار بضيفها مفرومة فرم ناعم جدا، كزبرة مفرومة، معدنوس مفروم. اللي ما يعرف شنو معدنوس، يعني دول الخليج ما اظن يعرفوا شنو معدنوس، المعدنوس هو نفسه البقدونس اللي نسميه في الخليج، شبت او اللي يسمونه الشبنت. حق البهار بستعمل كركم الاصفر، فلفل احمر بودر، ونعناع مجفف، فلفل الاكحل. لحظه توني مستوعب ليش اقول كركم اصفر، في كركم لون ثاني يعني. والبهار تبون تضيفون اكثر تبون تضيفون اقل على حسب رغبتكم، مش كثر تبون يكون مبهر. وطبعا ما ننسى المليحه وهلبة زيت. انا اضيف زيت زيتون، بس اذا انتم حابين بعد تضيفون زيت النبات تقدرون تضيفون. طبعا كميه الزيت المفروض شوي تكون كثيره، لان وقت الخلط ووقت اللي انتم تبون تحشون في الامعاء تبون تروح بسهوله، واي وقت حسيتوا صعوبه ان تحشون الامعاء ضيفوا شويه زيت زياده. وفوق هاي يعني مضطر نكهتها لذيذه. طبعا انا قاعد اسوي هاي طريقه العصبان اللي اكثر شيء مشهوره، في ناس يضيفون عليه البطاط او ورق السلق بعد غير يعني. طبعا في كثير من طرق العصبان الليبي، في ناس يسوونها بالبطاط، في ناس بعد يسوونها بورق السلق، بس انا سويتها هاي الطريقه العاديه مع المعلاق. ونخلط. طبعا حق اللحم المفروم تقدر تستعملون اللحم العادي المقطع صغير صغير، وانا ليش فرمته فرم ناعم، وحتى لو تلاحظون الكليه والقلوب قطعتهم قطع مو مفروم بس قطع كلش صغيره، لان الامعاء اللي عندي كلش يعني صغيره، مو امعاء البقريه اللي تكونكم شوي كبيره اللي تقدرون تحشون على راحتكم، فهذه ليش؟ حشيت صغار صغار عشان اقدر اضيف عليه اشياء. وباقي مقدار واحد للحين ما ضفته، بس قلت خلني يعني اخلطه وعقب اضيفه. طبعا اللي هو الرز. وكل ما كانت خضرواتكم طازجه اكثر، وكان حتى الكبد والقلب واللحم عندكم يعني مال اليوم او شيء يعني، تشوفوا النكهه شلون بتطلع. وعندي هني رز حبه قصيره اللي هو الرز المصري اللي انا استعملته. طبعا الرز اللي عندي مغسول منقوح تقريبا نصف ساعه. لو تلاحظون انا قاعد اضيف الرز شويه بشويه، ما ابي اضيف كله مره واحده. وشلون بعرف اذا الرز كثير او لا؟ عقب ما اخلط بشوف ايش كثر البياض، يعني ايش كثر الخلطه تكون بيضه. كل ما كانت بيضه معروفه انه يكون يعني فيها رز كثير، فاحنا بنسوي كل شيء بتساوي، ما نضيف كل المقادير مع بعض مره واحده، خصوصا في الرز، لان اذا انتم حشيتوه مثلا الامعاء اللي عندكم كثير رز عقب بتشوفونه تنفجر ما تتحمل الكميه. لو تلاحظون الحين في الخلطه ما تشوف كثير رز، فقلت خلنا نضيف عليه بعد شوي واكمل الخلط. خلاص خلط بما فيه الكفاية، ويلا نحشيه في الأمعاء الدقيقة. وعقب ما خلطته كويس أخليه على جنب. والآن مشاهدينا الكرام عندي المصارين، في هالجهة عندي مصران الخروف لو تشوفونه كلش تيكم ضعيفة، وعندي هني المصارين البقرية. طبعا اثنيناتهم منظفة، وطريقة التنظيف سهلة. عندكم مثلا صنبور الماء، تأخذون طرف اللي هو الامعاء، الامعاء طبعا اللي عندي امعاء دقيقه، تخلون يروح في الماي مرتين ثلاث مرات، وتعصرونه شوي شوي على خفيف بهالطريقه لما يطلع اذا كان في وساخه او شيء. طبعا بالنسبه حق الشحم اللي في الخارج، في ناس تحب تشيله، في ناس تخليه، انا صراحه بيني وبينكم بخليه. فحين اكيد حق الطبخه، يا ان انا استعمل مصران الخروف او مصران البقر، انا بستعمل مصاري البقر، ليش؟ لان اقدر احشيها بشكل افضل. طبعا بمصران الخروف خصوصا الخروف عمره صغير، وايد صعب ان نيه ونحشيه ونخلي كل شيء فيه، لان الفتحه مالته كلش صغيره. اذا عندكم مثلا جهاز هو مانيوال او الاوتوماتيك، وايد بيكون عليكم سهل تحشونه، بس اذا بتحشونه في اليد وايد اسهل المصران البقري. فاليوم انا بحشي بالمصران البقري.
واذا انت مو بحابين الشحم على المصارين البقري تقدرون تشيلون، بس شويه شويه ما تبون تشقون المصارين. واول شيء ناخذ عندنا هني المصارين، نخليهم هني على صحن مصارين او الامعاء الدقيقه حق البقره. ناخذ هذه القمع او المحقان، والله مو متاكد بالضبط شو يسمونه في ليبيا، بس احنا نسميها الاسمين يعني في البحرين. تخلونه مثلا بهالطريقه، هتقدرون تسوونه باليد بس هاي الطريق اسرع لكم. خليها فوق وطبعا عقب ما غسلت الامعاء خليتها شوي تقريبا حق ربع ساعه في شويه ملح وليمون، بس عشان حق الريحه وحتى حق البكتيريا على قد ما نقدر يعني نذبحها. وبهالطريقه تشوفوا شلون بهالطريقه اودها كله عليكم تسوونه. تشوفوا شلون بالسهوله تاخذون عندي هنا الحشوه وبس، وخليها صبعي وتشوفون شلون شوي شوي تنزل. بس ضروري ما نبي نحشيها اكثر من لازم، نفس ما احنا نسوي ورق العنب او يوم تسوون الظلمه او البراك الليبي اللي تعرفونه يعني، دائما يقول لكم اذا في رز ما نحشي كثير، خصوصا نخليه مع الماء ينتفخ، وما تبونه ينتفخ وعقب يتشقق عندكم. بترفعونه شوي وتخلونه ينزل باي جرافيتي، يعني بالجاذبيه تخلونه ينزل. صدقون انا احس العصبان الليبي هاي من اشهر الاكلات الليبيه، يعني اشوفها في يوتيوب كثير ناس يسوون عليها تحديات مع الدول الاخرى يعني في الاكلات. وعقب ما حشيته ضروري ما تحشونه كله مره واحده، يعني مثلا اذا عندكم طوله متر تحشونه تقريبا قولوا 75 من سنتيمتر، يعني تخلون الربع يكون فاضي، لان لحين احنا بنيه مثلا بنيه شوي بنخليه شوفوا شلون، وباتم انا اضغط عليه شوي واخليه يتوزع. نفس ما قلت لكم احنا ما نبي يكون محشي 100%، لا تنسون ان الحبات الرز بتكبر ما تبونه عقب تنفش معاكم. فبهالطريقه نوزعه، وانا احس حشيت بما فيه الكفايه. واذا تحسون للحين بعد في مناطق ما خليتوها كلها حاول تضغطون وتوزعونه بشكل متساوي. والان بعد ما حشيت كل المصارين اللي عندي كله علي اسوي اخلي شوي. طبعا في كثير طرق اللي الناس تغلق فيها المصارين، انا بسوي بهالطريقه مثلا خليها في بعض واسحبها بس شوي شوي عشان ما تمزقون المصارين. وعندي هنا عود الاسنان ادخله في منتصف العقده اللي سويتها، العقده اللي هي الرابعه. وعقب ذي مشاهدينا الكرام ناخذ سكينه سنينه يعني شارب ونضرب عليها شوي، بس علشان نسوي شوي من الحفر وتشوفوا الهواء اللي داخل كلنا بنخليه يخرج، ونضغط عليه شوي شوي ونطلع كل الهواء منه. في هالخطوه مشاهدينا الكرام يلا نطبخ العصبان الليبي. في طنجره كبيره رفيعه اكيد نضيف المي، فلفل احمر الحار مع الكركم، كاشيكه طماط معجون. طبعا كميه البهارات وكميه الطماط المعجون يعتمد على كثر الماء اللي عندكم، مو على كميه العصبان لا، على كثره الماء. وما ننسى المليحه ملح الحياه، ونخلطوه. بخلي الماء شوي يسخن وبذوق الملح والبهارات بشوف اذا كافيه، اذا يحتاج بعد تقدرون تضيفون. في ناس بعد يضيفون ورق الغاره وحبات الهيل والقرنفل اذا انتم حابين شوي تنكون المرقه، مو غلط. وسخنت عندي المرقه والشوربه يا جماعه وضبطت الملح اللي فيه، والحين بنزل العصبان. واحاول انزل العصبان شويه بشويه. ما ترفعون العصبان على فوق عشان ما تنزل الحشوه، تبون شوي شوي علشان الحشو اللي فيه لحين يكون نفس الشيء ما يتوزع. واغطيه وطبخه على نار هادية لما ينضج عندي العصبان. وعقب تقريبا ساعة ساعة وعشر دقائق تجهز عندي العصبان يا الحبيب. أوه أوه أوه. والله يعني ما رش اقول لكم، تشوف تقول مصارين وهاي، بس والله الريحة الصج مينونة، الريحة الصج طيبة يعني. والحين اشيل العصبان شوية بشوية واخليه. الله شوفوا شلون ما انفجرت معاي ولا شيء، بس في نفس الوقت شوفوا شلون منتفخه. والله هاي بعد اول مره اسوي العصبان الليبي.
واذا ما تبون تطبخونها بالطنجره تقدرون تطبخونها بالكسكاس، بس ياخذ وقت اكثر بس اسهل عشان اللي خايف انه تتشقق معاه او شيء. ورش عليها شويه من السمنه. في هالخطوه يا جماعه كله علي، اخذ العصبان الليبي اللي على اصوله اخليه في الفرن، بس انا اخليه في الفرن اخليه في الرف العلوي واشغل بس الشوايه او الفرن العلوي، يعني بس ابي يتحمر. وخلوا عينكم عليه، اول ما ياخذ لون يتحمر ذاك ياخذ اللون البني شوي خلاص نشيله نخليه على جنب. اهم شيء تخلون عينكم عليه، ما تروحوا مني واقطه في الفرن. وجهز عندي العصبان يا الحبيب، وتشوفوا اللون، تشوفوا شلون تحمر، ويلا نقدموه. شوية طماطم بس حق الشكل، حق الطعم طبعا انا مفيد ناكله ليش لا، وشوية ريحان. اري ما تضيفون عليه بس انا شفته عندي قلت خلنا نستعمله مفيد بعد نفسه. وطبعا ما ننسى الليمون. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق. والله ما اعرف من ابتدي، هل ابتدي من النص اشقها؟ انا باكلها من النص، انا مسويها ابي اكل من اسمن قط. احلى مصارين كلته في حياتي قسما بالله، والله العظيم اي مكان حتى من دول ثانيه، يعني حتى من دول ثانيه اروح اطلب منهم يجيني دائما ناشف، بس والله هذه مو ناشف. واعتقد السر لان انا اول شيء خليته في الماي. اكله العصبان الليبي بالدش في قائمه من افضل اكلات الليبي اللي كلتها. احلى تحيه لاهل الليبي الكرام، والله ارفع لكم القبعه، ارفع لكم القبعه على هالاكل اللذيذ الصراحه. وصلنا نهايه الحلقه يا جماعه الخير، اتمنى عجبتكم الوصفه وتابعوني في الحلقات القادمه. تشاو.